لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. الحياة البرية بلبنان إلى انقراض تام ونهائي. الفقرة التالية بدنا نشوف ما يعتقد بأنه آخر دب بلبنان على قيد الحياة أو آخر دب لبناني على قيد الحياة. هنا بالحياة دبين مش دب واحد عايشين اليوم بمركز خاص للمحافظة على الحياة البرية بمدينة علي. كمان رح نتعرف على خصائص الذئب اللبناني المعرض لخطر الانقراض أيضا. تقرير من علي مع رئيس مركز التعرف على الحياة البرية والمحافظة عليها الدكتور منير أبو سعيد. بوقت لم تعد فيه الطبيعة والحياة البرية أساسية بيوميات الإنسان، وبوقت قانون الصيد اللبناني بعده حبر على ورق ومن دون تطبيق، ما زال الدكتور منير أبو سعيد رئيس مركز التعرف على الحياة البرية عم بحاول جاهدا إنقاذ ما تبقى من حيوانات برية معرضة للانقراض. الذئب اجمالا بلبنان مهدد كثير بالانقراض، لانه في كثير عالم بتقتل، في كثير عالم ما بتفهمه، وخصوصا هلا مع البوريد الجديده، مع الرعيان اللي الرعيان الجيل الجديد يعني اللي ما بيقدر الحيوانات الموجوده بالطبيعه وهيك غير اهلهم، رح نحكي عنهم بعدين. هودي دياب اجوا لعنا، اجوا من منطقه عرسال من شي سنتين، اللي صار انه انقتلت الام وحدا فجر البيت تبعهم. فوقت اللي اجوا لعنا اجوا كانوا مضوضع، يعني كانوا اصلا فيهم كانوا مش عم يسمعوا كمان. فحطيناهم عنا لفتره معينه، بعدين مشكلته الذئب انه اذا امه ما علمته ما فينا نرجع نفلته بالبريه، يعني بده يكون معه حدا يعلمه نرجع نفلته بالبريه، يعني بتعرف نحن هدف المركز تبعنا او الانيمال انكاونتر انه الحيوان اللي بيجي لعنا بنعالج وبفل. بس هودي بما انه ما عندهم حدا يعلمهم، يتعودوا علينا، تعودوا هلا يعيشوا بهالمركز، فلهالسبب هيدا مخلينهم هون. هلا الاولاد اللي بيجوا بعد منهم نرجع نفلتهم. الذئب اللبناني اصبح نادر ومهدد بالانقراض، وبهالمركز بعلي محاوله حثيثه للحفاظ عليه، ولكن السؤال شو اهميه الذئب اللبناني؟ اللي عم يصير عنا انه العالم قتلوا الدياب، قتلوا طبوعة ما عادوا موجودين، وقت راحوا دياب كتر الخنزير صار يأثر على المزروعات، صار يأثر على البساتين. الذئب اللبناني المعروف بأنه أصغر حجما وأقل وزنا من الذئب الأمريكي بسبب طبيعة الأرض، أصبح فريسة سهلة للمزارعين الجدد يلي لا يدركون مدى خطورة انقراضه من الطبيعة. وبهالمركز ايضا اخر دبين لبنانيين لقيون مصابين برشية، وهن اليوم عم يتلقوا الرعاية اللازمة بهالمركز، ولكنهم مش قادرين يتكاثروا. انواع كثير من الحياة عندنا انقرضت، مثل الدب مثلا وصفوه ببشري بشمال لبنان سنة 1828، هلا 58 ما حدا شافه بلبنان. هي مشكلتهم انه القفص تبعهم او البيت تبعهم كثير صغير، ما عم نقدر نكتره، نخليهم يتكاتروا، وسبب لانه المساحه محدوده عندهم. الغزلان اللي شفتوهم، الغزلان كان موجود عندنا 1902 ما عادوا، انقرضوا من ورا الصيد. في عندنا حيوانات كثير عم تروح، في عندنا الكركال بالصدفه من سنه الماضي بالصدفه رجع واحد شفناه بمحميه اذا شوف لقط بالغلط، كان هذا صار له 50 سنه مش مبين بلبنان. كل 10 دقايق عم نخسر نوع من انواع الحيوانات البريه حول العالم، وبلبنان الوضع اخطر بكثير، والامر بحاجه الى توعيه بتبلش من المدارس وما بتنتهي عند الصيادين والمزارعين. إذن هيدي قصة الدب اللبناني والذئب اللبناني. هالحيوانات كانوا عايشين بكثرة بالغابات اللبنانية، ولكن انقرضوا مع انحصار الغابات وتمدد العمران وأيضا الصيد العشوائي. شو عن الأسد اللبناني، النمر اللبناني، والخنزير البري اللبناني؟ وبس نقول اللبناني يعني هاي حيوانات عايشة بلبنان، مش جايبينها من برا، خلقت وولدت وتكاترت بلبنان، مش جاية من برا بالطيارة. كل التفاصيل بحلقة مقبلة مفصلة عن الحياة البرية بلبنان مع الدكتور أبو سعيد اللي يقوم حاليا بدراسة علمية ميدانية حول الذئب اللبناني وخصائصه. من الحياة البرية بننتقل إلى حياة الحداثة، وتحديدا
إلى الواتساب. بدي رحب برواد حبيب وفقرة توب فايف الشهرية ضمن بلا طول سيرة سيجنتشر اللي خصصها لكيف غير الواتساب حياتنا. مساء الخير رواد. لحظة زغن عم ببعت واتساب بس واتساب واتساب. هلا هي لازم نبلش اول شيء بالاسم، انه هي مش واتساب واتساب بس انه ماشي واتساب، بدنا نمشيها واتساب، مش فارق معنا. مش فارق معنا لانه خرب الدنيا واتساب، يعني الناس عم تستعمله تيبعتوا رسائل، عم تستعمله كمثل فيسبوك كوسيله تواصل اجتماعي، وعم بيستعملوه كمان بطريقه مهنيه يعملوا جروبس ويبعتوا برودكاست مسجز. ما في حدا اليوم على تليفونه ما عنده واتساب، الا يمكن الشخص اللي بالتقرير. يعني بعرف انه برمنا كثير وصورنا كثير بالحمراء، سالنا كل العالم وكل الناس كان معهم واتساب، الا في حدا كان معه تليفون كثير قديم. نعم، خلينا نشوف التقرير. يعني بضل في ناس اليوم بعد ما لحقت الموضه، بس اغلبيتنا كلنا اليوم ماشيين مع الواتساب. توب 5 الواتساب. توب 5 الواتساب للمبتدئين. بطل في برايفسي زي قبل، تكون مشغول وبيضل انتنتن تنتن وانا ما قادر. مش كتير يعني، عطول بدي اخلق، بدي ياخذ ويعطي، وانت بتبقى ما لك خلق تاخذ وتعطي. بالمرتبة الخامسة قبل الواتساب، الاتصال حوار سؤال وجواب لايف. بعد الواتساب، بين السؤال والجواب في نطرة، وبين النطرة والنطرة فيك تكون فاتح حديث وبغير بني. بالمرتبة الرابعة قبل الواتساب، قانون السير غرامات ودرك وممنوع الحكي على التليفون. بعد الواتساب، قانون السير قديم. بالمرتبة الثالثة قبل الواتساب، كلفة المسج 5 سنت بلبنان و20 سنت لبرات لبنان. بعد الواتساب، الحكي ببلاش أو هيك منفكر. يوفر عليك اتصالات، هيدي هي لا أكثر ولا أقل، ولا أنا ما بحبه. هو أصلا عاملينه للعالم يحكوا ببلاش، هيدي توفيرة بس. لا واتساب رخيص ماشي يعني واتساب. بالمرتبة الثانية قبل الواتساب، كنا نكتب ونصلح ونبعت. بعد الواتساب، لشو تضيع الوقت؟ صورة وإذا لا فويس مسج. لا فويس أسهل. بالمرتبة الأولى قبل الواتساب، السلولار بينحمل هيك، يعني وقت التليفون نستعمل تمنا ودينتنا بنفس الوقت. بعد الواتساب، نص الشعب اللبناني ماشي هيك، يا عم يحكي يا عم يسمع يا فايد بالحيط. جد معدوم كتير رواد، يعطيك العافية. رح لخصهم للي ما لحقوا. بالمرتبة الخامسة إذا بطل في حوار سؤال وجواب، صار في سؤال واحد بيروح بيرجع بينطر تجي الفويس نوت لياخد الجواب. بالمرتبة الأربعة انطباع أنه أوكي واحد يحكي على الواتساب بالسيارة كأنه الواتساب مش تليفون. بالمرتبة الثلاثة الحكي ببلاش مع أنه هو في استهلاك للإنترنت، نحن عم ندفع بمكان ما. بالمرتبة الثانية تبادل الصور بدل الحكي، يعني بعد صورة هي بتحكي كل شيء. وبالمرتبة الأولى كيف بنحمل التليفون، يعني بطل نحمل التليفون هيك، بنحكي تمنا ودينتنا بنشغلهم سوا. صار يا بنحط التليفون على دينتنا بس، يا بنحطه بس على تمنا بنكون عم نحكي. ما هيك؟ 100%. يعني ذات الجهاز بس انه عم نستعمله بطرق جديده، والتكنولوجيا هي دائما تدفش المجتمع لقدام وبتخلينا نلاقي هيك طرق جديده تنتواصل مع بعض ونوصل هيك احاسيسنا وافكارنا وكل المعلومات، وحيلا خبريه جديده دغري بتوصل للكل اليوم ذات الوقت. في واتساب، في تقرير ثاني عامله كمان لاصحاب الاختصاص. صح، هو محترفين اكثر بيعرفوا محترفين. شو الواتساب مزبوط هلا البروفيشنالز. بروفيشنالز يلا بنشوفه سوا. توب 5 الواتساب لاصحاب الخبره. بالمرتبة الخامسة قبل الواتساب، البطاقة بالبريد. بعد الواتساب، هيدي البطاقة وعما تجي. بالمرتبة الرابعة قبل الواتساب، كنا إذا بدنا نخبر الخبرية لعشر أشخاص نخبرها عشر مرات.
بعد الواتساب بنعمل جروب وبنخبر الخبريه مره واحده لمية شخص. ايه لانه كل شوي بحكوا صور وهيك يعني. هلا في هيك وهيك فيك تحطوا ميوت يعني مش ضروري بدك تسمع هذا الشيء. بالمرتبه الثالثه قبل الواتساب رح ارسم لك خريطه. بعد الواتساب لشو وجع القلب. كبسة شير لوكيشن وانتهى الموضوع. بالمرتبة الثانية قبل الواتساب كنت كثير تعبان نمت بكير. بعد الواتساب اهلين تبقى سلم لي على لاست سين. وبالمرتبة الاولى قبل الواتساب كان في بلاك بيري والبلاك بيري كان بده اشتراك. بعد الواتساب شو يعني بلاك بيري؟ أنا الحمد لله ما بعرف إلا بهذا التليفون تاع الخمسة دولار. لا بعرف واتساب ولا برجيك عليه. هذا ما بينزل عليه، هذا نازل عليه البردية بس. إذن بالمرتبة الخامسة اكتشفنا وتذكرنا إنه كان في دعوات وصلنا قبل يدقوا على الباب ويفتحوا الباب ويعطونا الدعوة. اليوم ما بقى في منا هيدا. بالمرتبة الرابعة ذكرنا انه كمان في خريطة كنا هيك تندل العالم نقول لهم يعني بتجوا لهون بتروحوا لهونيك وهيدا. وكمان كانت كمان بالمرتبة الثالثة بنعمل بننام وبنقوم بنلاقي حالنا بجروب بنلاقي عنا 55 نوتيفيكيشن على التليفون الصبح. بالمرتبة الثانية ما بقى حدا ما في انكمش، اللاست سين صارت تبين، نعرف اي ساعة نمنا اي ساعة قمنا وين سهرنا. فبتكون تنتبهوا اكثر اي ساعه بتفتحوا الواتساب واي ساعه بتسكروه. وبالمرتبه الاولى اكتشفنا انه واتساب لغى كل الخدمات البقوه، يعني متذكر البي بي ام سيرفيس كنا نستعملها من كم سنه ما بقى موجوده اليوم بالنسبه ل قد ايه واتساب صار كثير سهل على 3 جي نقدر نستعمله. شو يعني بلاك بيري دخلك؟ نسينا البلاك بيري. نسينا البلاك بيري، يعني صار بس شكل انه في تليفون بلاك بيري اليوم بالسوق بس خدمته ما بقى هي الاولى. نعم، على كل الأحوال يعطيك العافية رواد، كثير مبسوطين بهالتوب 5 ضرب 2 لهالشهر، شو محضر لنا للشهر الجاي؟ بدنا نكتشف شو في الشهر الجاي، في شهر أعياد، في كثير أشياء الناس عم تعملها لأول مرة عم تكتشفها بحياتها، فبركي بنحكي أكثر مع العالم ونشوف شو عم بجربوا السنة لأول مرة. طيب، شكرا لك رواد، استراحة وبنرجع موضوعنا التالي، الاكتئاب لدى المراهقين والشباب. بعد الفاصل كيف نتعامل مع مراهق مصاب بالاكتئاب؟ لأي شكوى أو اقتراح الرقم الساخن 71-106-111.